على بعد أقل من شهر من عيد الأضحى، يتوقع أن تصل أسعار الأضاحي بين 14 ملايين سنتيم، وهو ما أرجعه اتحاد التجار إلى الضغط على الإنتاج المحلي منذ تجميد استيراد لحوم الأغنام. إحنا على أبواب عيد الأضحى، عيد الأضحى راح يكون فيه مشكل. واش هو المشكل؟ لا طابش نحاو في اللحم البقري، لكن في اللحم تاع الغنمي ما نحاوهاش. إذا اللحم تاع الغنمي راه ليك لا طابش الي دو 70%. دونك إذا كان 70% فو راجوتي لي 30 تولي لك 100%. لا كونسوماسيون تاع الغنمي او بري هذايا اللي راه ليك نتاع واسمو ما تقدرش تمبورتي. اذا كان ما تمبورتيش واش معناتها؟ معناتها فوزالي بويزي سور لا برودكسيون ناسيونال. وجاء ضغط طلب السوق على الانتاج المحلي من الاغنام بعد رفع نسبه الرسم الاضافي الوقائي المؤقت للحوم الاغنام المستورده الى 100%. اذا كان اون بويزي سور لا برودكسيون ناسيونال، واش هو اللي راح يكون في العيد لك باش تكون غاليه؟ تكون يعني بالك نقول لك انا بالك الخروف يلحق بالك ما بين 4 ملايين حتى 10 ملايين ان اكزومبل. الور 4 ملايين العام اللي فات كنا نقدروا نجيبوه بزوج ملايين ونص بار اكزومبل. هذا وفي ظل الطلب الكبير الذي ستعرفه سوق الماشيه على وجه الخصوص الاغنام، وبالنظر الى استهلاك نسبه كبيره منها خلال الاشهر الاخيره بعد رفع الرسم الاضافي على لحوم الاغنام المستورده ب 100%، ينتظر ان ترتفع اسعار الاضاحي ب 80% مقارنه بالسنه الماضيه.